خلونا برضو نعرف تفاصيل اكتر عن استعدادات النادي الاهلي مع واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين الكابتن محمد عماره. مساء الخير على حضرتك يا كابتن ومنور الدنيا. الله يخليك ايمان. طيب يعني حابين نتكلم كده عن قبل ما نتكلم فنيات واكيد استعدادات النادي الاهلي الخاصه بانطلاقه قمه الجوله الرابعه باذن الله مع النادي الزمالك، دي فنيا هنتكلم فيها، ولكن رؤيه حضرتك امبارح الاحتفاليه اللي تابعناها درع الدوري رقم 41 زي ما كان مميز، الاحتفاليه بيه كمان كانت مميزه. اكيد طبعا هو يعني بنشكر الساده المسؤولين طبعا، لو ان التكريم جه متاخر شويه من اتحاد الكوره، انما شركه برزنتيشن الراعي الرسمي للدوري المصري والمنظم اللي كان قايم بالتنظيم الحفله امبارح تنظيم هايل ورائع، وطبعا كلمه الكابتن محمود الخطيب امبارح لجماهير النادي الاهلي ولاعيبته، ووجود النجوم الكبار نجوم النادي الاهلي القدامى والحاليين، اعتقد ان ده طبعا كانت حاجه كويسه جدا تحسب لاداره النادي الاهلي، وان هو في تريث وفي عقلانيه في القرارات وال يعني النادي الاهلي دائما كبير، واعتقد ان امبارح الاحتفاليه كانت تليق بالنادي الاهلي ونجومه وجماهيره. يعني نقطة يا كابتن عمارة حرص النادي الأهلي أن يتم دعوة كل اللاعبين اللي كانوا في صفوف النادي الأهلي حتى اللي تم إعارتهم في ميركاتو الصيف، رؤية حضرتك ليها على الصعيد الإداري قد إيه هي ممكن تكون من المظاهر الحضارية الجيدة؟ أكيد أكيد طبعا، يعني هو النادي الأهلي دعا كل الشارك في الدوري الموسم الماضي، حتى الجهاز الفني اللي مش كابتن محمد يوسف كان موجود، طب كابتن طارق سليمان، كابتن طبعا سامي قمصان موجود، هو ده النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي دايما حريص على ان يبقى ابنائه موجودين في كل الاحتفالات، وده وضع طبيعي جدا، وبصراحه النادي الاهلي يعني دائما بنضرب بيه المثل، والنادي الاهلي قدوه لينا كلنا، واعتقد ان وجود النجوم والساده الصحفيين والساده الاعلاميين كلهم كانوا موجودين امبارح، ده دليل على ان النادي الاهلي كبير وجماهيره كبيره، واعتقد ان هو يعني النادي الاهلي ما بيفوتش حاجه على فكره، يعني النادي الاهلي حريص على ان دايما حتى كمان الجهاز اللي مشي واللعيبه المصابه زي ما حضرتك اشرت، سواء مؤمن زكريا او بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين، ده وضع طبيعي جدا ان يتم دعوتهم وسط الاحتفاليه اللي كانت موجوده، واعتقد ان ده مش غريب على النادي الاهلي. اكيد الاهتمام بالتفاصيل هو اللي بيكمل الصوره. نتكلم بقى فنيا والاهتمام بالتفاصيل من قبل المدير الفني السويسري فايلر بكل لاعب وازاي يقدر يطور من اللاعبين، رؤيه حضرتك لانطلاقه فايلر مع النادي الاهلي، شايف ازاي تدرج المستوى سواء بالنسبه له ورؤيته الفنيه للاعبين، وكمان تدرج المستوى عند بعض اللاعبين اللي اصبحوا دلوقتي ممكن بيتم الاشاده ببعض الاسماء تحديدا ان تم تطوير مستواها بشكل ملفت. بالتاكيد احنا شفنا النادي الاهلي مختلف تماما مع ريدي فايلر، قدر ان بصراحه يبقى في شكل هجومي مميز للنادي الاهلي، بدليل ان حضرتك كنت بتتكلمي في 6 مباريات، اعتقد ان نسبه الاهداف عاليه جدا، 22 هدف في 6 مباريات سواء افريقيه او محليه. النادي الاهلي طبعا او فايلر قدر يطور اداء لعيبه النادي الاهلي بشكل قوي جدا في زمن قصير من وجهه نظري، يعني باول فايلر اعتقد ان هي هتبقى البطوله الافريقيه. اخيرا يا كابتن عماره، رؤيه حضرتك للقمه الكره المصريه يوم 19 نوفمبر الاهلي والزمالك بالمعطيات اللي احنا متابعينها من انطلاقه الموسم، سواء من الانطلاقه المميزه لنادي الزمالك وبعد كده تذبذب في الاداء وفي الرؤيه الفنيه من قبل السيربي ميتشو، وعلى الصعيد الاخر الاداء اللي بيقدمه النادي الاهلي، هل في معطيات تقدر تبني عليها شكل مباراه اللي هنتابعها يوم 19، ولا بتبقى القمه دايما بلا حسابات؟ طبعا انا متفق معاكي تماما، القمه تبقى بلا حسابات، انما في معطيات، المعطيات اللي قدامي النادي الاهلي يعني لو كان لاعب القمه في الفتره اللي فاتت واستمراريه الدوري طبعا كنت اقول لك ان الكفه كانت هتبقى ارجح للنادي الاهلي بشكل قوي. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك النادي الاهلي
بشكل كويس، بقى اداؤه جماعي، بقى الحاجات اللي احنا والانسجام مستمر، ولكن التوقف الدولي حضرتك بتتكلم عليه. فطبعا التوقف جاء من وجهه نظري انا لصالح النادي الزمالك. نادي الزمالك كان عنده محمود علاء مش موجود، طارق حامد مش موجود، بعض الاصابات كانت موجوده، يقدر يلملم اوراقه قبل محمد عبد الغني ابرز اللاعبين اللي ممكن تكون عودته مفيده بالنسبه لنادي الزمالك. طبعا طبعا عبد الغني لعيب مميز جدا، سبت باك هايل، وانا بشوف ان هو من اهم احد المكاسب في الفتره الاخيره بنادي الزمالك. فالنهارده انت بتتكلمي في مباراه يعني مهمه جدا، تبقى زي ما قلت لك يعني اللي هيبقى يومه في يومه فايق، اللعيبه فايقه، طبعا اللي استعداده احسن البدني والذهني والنفسي، دي كلها حاجات يعني بتبقى في الحسبان في مباراه القمه بالتحديد. اعتقد الحسبان الذهني دوت من اهمهم. تركيز اللعيبه بيبقى مهم. يعني في الاسبوع اللي هو بتاع المباراه اهلي وزمالك ما قبل المباراه، تركيز اللعيبه ده مهم جدا جدا جدا. اللي لعبته هتبقى تركيزها اعلى، تنظيمها، الحياه المعيشيه اللي قبل المباراه دي مهمه جدا جدا عند لعيبه الاهلي والزمالك. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نشاهد مباراه بلا تعصب يا رب. وحطي بقى بلا تعصب دي تحتها تعريضه كتيره قوي. طبعا عايزين المباراه تطلع بشكل يبقى فيها روح رياضيه. الاهلي يكسب نقول له مبروك، الزمالك يكسب نقول له مبروك، مش عايزين التعصب والنبي. يعني مباراه بثلاث نقاط يا رب بس يتم دايما نبص لها بالشكل ولا لاعبتنا ولا بلدنا محتاجه الفتره اللي جايه ان يبقى في تعصب ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله يعني نحط شعار كده للمباراه، مباراه بلا تعصب. يعني اتمنى الاعلام الفتره اللي جايه يركز على ان المباراه تخرج بشكل يعني في منافسه من الروح الرياضيه ان شاء الله. ده اللي نشوفه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد عمار، واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.